أروي لكم حكاية صغيرة في عهد سيدنا عمر. تكلم راع يرعى الغنم بكلمة هي الدين كله. سيدنا عمر رأى راعياً يرعى غنمه، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. فقال له الراعي ليست لي. قال له قل لصاحبها ما أو أكلها الذئب. سهلة جدا. فقال هذا الراعي والله لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، لأني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما له حل في كذب. هذا الراعي غير المتعلم الأمي وضع يده على حقيقة الدين. لما بتقول أين الله عرفت الله. يعني مثلاً جنابك طبيب فرضاً، وجاءك مريض وطلبت منه 10 تحاليل وأنت لا تحتاج إلا إلى واحد، بس في اتفاق مع المخبر أنه ببعث لك أنا 10 تحاليل، الأول تجري عليه الاختبار والباقي دعه في المهملات والثمن مناصفة. مين بيكشفها هي؟ ما في قوة أرضية تكشفها. طبيب محترم وطلب منك 10 تحاليل وأنت بحاجة إلى تحليل واحد. الحرف الراقي كلها هكذا. يقول لك المحامي الدعوة رابحة، وهو موقن يقيناً قطعياً الدعوة غير رابحة، أنه في اجتهاد بمحكمة النقض لا تمنع هذا الحكم لصالح المدعي، بس ما تعرف أنت. لذلك مئات المهن الراقية لا يمكن للطرف الآخر أن يناقش صاحب القرار، ولكن أين الله؟ لما بتقول أين الله أنت صاحب دين. لكن ممكن تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل احتفال بعيد المولد، ممكن تعمل مليون شيء، في اجتماع، في رقي، في مكانة اجتماعية، لكن حينما لا تستقيم على أمر الله أنت لا تعرف الله. لما قال له هذا الأعرابي الراعي قال له ولكن أين الله؟ ما له حل فعلا، لو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ يعني مثلا بالتقريب، طبيب من حقه أن يرى مكان الألم، لو أنه في مكان محدد لكن استرقت عينه النظر إلى أماكن أخرى ليس بحاجة أن ينظر إليها، من يكشفه إلا الله؟ ما في قوة بشر. أنا أقول لكم حرف كثيرة جداً ممكن أن تأخذ المال الحرام دون أن تكتشف. بيقول لي أخ كريم ماشي بمستشفى وراء طبيبين، قال له قل له قيصرية، هي عادية بس قل له قيصرية، العادية 2000 القيصرية 20000. بيقدر المريض زوج الحامل قل له ما بتحتاج القيصرية، ما بتقدر تناقشه، قال لك هي بدها قيصرية، طيب اعملها 20000، ما هي عادية جداً تنتهي ب2000. فكل المهن الراقية تحتاج إلى مراقبة من الله كبيرة جداً، لأنه أنت مصدق. لذلك أنا أؤمن أن هذا أن الحياة لا تستقيم إلا بالإيمان، لا تستقيم حياتنا إلا بالإيمان، أنه كل الضوابط القانونية مادية. يعني مثلاً بيقدر القانون يحاسب صاحب فرن عنده موظف أو عنده عامل فات على دورة المياه وما غسل إيده وعجن العجين، وفي بعض الأمراض بتسبب عدوى ل 300 إنسان، بعض الأمراض المعدية، فإذا هو عنده
مرض معدي وخرج وما غسل إيديه بعد ما خرج، وعجن العجين قد ينقل المرض ل300 إنسان من الخبز. هذا مين بيكشف عليه؟ لا يمكن تستقيم الحياة من دون إيمان. أما بالإيمان عندك وازع. والحقيقة أن كل القوانين تعتمد على الرادع، بينما الدين يعتمد فضلاً عن الرادع على الوازع. هذا الوازع حاجة ذاتية، ما بتقدر تكذب، ما بتقدر تكبر الأمر، ما بتقدر تصغر. فلذلك إخواننا الكرام، كل ما نعاني في مجتمعاتنا من ابتزاز للمال أحياناً، من تقصير، من مبالغة، هذا كله بسبب ضعف الإيمان. فضعف الإيمان بسبب متاعب لا تنتهي. لذلك قال له: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. فقال هذا الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ فلذلك أنت لما تستخدم إنسان مؤمن يعطيك خبرته كلها ولا بيخونك أبدا، يعني في فرق كبير. فمرة قال لي واحد، قال لي: أنا بحب عين واحد بمعملي صاحب رسالة. في إنسان مرتزق وإنسان صاحب رسالة. يعني قال لي مرة طبيب، قال لي: أنا بقدر بيع المريض بيته ولا أحد يشعر عليه، بيعه بيته كله. ممكن يكون علاجه بدواء بسيط جدا. فكل ما ارتقى الإيمان بصير في مراقبة بين الواحد الديان. أنا لي كلمة بقول: لا يمكن للطبيب المؤمن أن يوصي يرى أن الله يراقبه. كان في عندنا جراح بالشام، قبل أن يجري العملية كان جراح بالدماغ وهي أخطر عملية، فقبل أن يبدأ العملية يتوضأ ويصلي ويسجد ويقول: يا رب أنا ضعيف، أنا جاهل، ألهمني الصواب. عمل له عدد بالآلاف من العمليات ولا واحد يغلط فيها بالدماغ، جراحة بالدماغ. يعني هي الحياة بالدين جنة. أنت بالدين ملك، لك مكانة كبيرة، ما أحد يستطيع أن ينال منك. مستقيم، صادق. لذلك هذه السيدة عائشة، السيدة خديجة، الوحي لم ينزل بعد، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل، تعين على نوائب الدهر. بفطرتها أدركت أن هذا الإنسان نبي من استقامته. وأنت بالمناسبة، يعني أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، مسافة كبيرة جداً. المؤمن منضبط، المؤمن في عنده انضباط ذاتي، في عنده وازع داخلي. المؤمن يخاف أن يكذب، يخاف أن يشير إشارة لا ترضي الله عز وجل. وغير المؤمن عنده أساليب لا تعد ولا تحصى بكسب المال، والذي يعطيه المال راضي، بيقنع فيه في مرض خطير، وهذا الدواء غالي. يعني حدثني شخص ببلاد غير البلاد، في جرعات للسرطان حق 100,000 جرعة، تشبه الماء المخطر، حق 100,000 تتاخذ كلها لعيادته أو لصيدلانية إلى جانب عيادته. هو بيحط بهالفوارغ ماء مخطر، ما في شيء. ماء مخطر بكلف الدولة 100,000، أما العلاج الحقيقي مأخوذ إلى صيدلانية إلى جانب عيادته. بيبعث له مريض حق العلاج 100,000، يعطيها 5 وله 95.
مين بيكشفه؟ ما أحد يكشفه أبداً، إن شاء الله كبير. أنا أقول كلمة، حينما تعلم عظمة الله تستقيم، وإلا يعني واحد مرة طبيب من كبار أطباء الشام التزم عندي شيء عدة سنوات، حدثني عن قصة، جاء مريض من محافظة في الساحل، معه زوجته، في عندها بكتفة شيء، فأخذوا إلى غرفة ثانية، قال له هي معها سرطان، بس هذا السرطان بالجلد، بالجلد، واحتمال شفاء سرطان الجلد بالمئة ثمانين، أخف أنواع السرطان تبع الجلد، ليش تأخرت لهلا؟ قال له ما تأخرت، أنا كنت عند طبيب آخر، ما قال سرطان، قال التهاب، وبقينا عنده سنتين، وكل أسبوعين في زيارة له، وفي إبرة، هذا خلاه سنتين عنده، وكل أسبوعين إبرة، والإبرة غالية كثير من عنده فقط، من أجل معالجة الالتهاب، وما قال له سرطان. ثم قال لي الطبيب، قال لي والله طالب طب، طالب طب بيعرفوا سرطان، مو عن جهل. فهذا المريض، زوج المريضة لما عرف أنه سنتين بكاملهم عم يدفعوا أموال بلا فائدة إطلاقاً، قال لي التحش على الأرض وانبطح، انبطاح كامل بعيادته، وحرك إيديه ورجليه، قال له يا رب إذا كنت موجود انتقم منه، وإذا ما انتقمت منه ملك موجود. واحد مو متعلم يعني، إنه سنتين كل أسبوعين إبرة وغالية كثير، والمرض خبيث وما في منه أمل. فهذا بيقول الطبيب، أقسم بالله العظيم، قال لي بعد 11 شهر الطبيب اللي كان يبتزه معه سرطان بالكتف اجل عنده، أقسم بالله هذا المريض، هذا الطبيب الذي كان يبتزه صار معه سرطان بالكتف. الله كبير، بقول الله كبير، ما بشبع منه، كبير. اوعك تغلط، اوعك تضحك على الناس، اوعك تبتز أموالهم، اوعك توهمهم. دائما فيك تكبر وتصغر، ايام مصلحتك تكبرها وايام المصلحة الصغيرة. وهالمريض مرضه مو عندك، عند طبيب اخر، بتصغر المرض، بيكون هو سرطان، بتصغره بسيطة، التهاب كذا، بتم عندك سنتين رايح جاي. لذلك انا اعتقد انه الحياة لا تستقيم الا بالايمان، لا يمكن تنضبط الا انه في خالق عم يراقبك بس. إذا عم يعجن العجين الساعة 2 بالليل، فات للمرحاض وطلع ومعه التهاب إنتاني، وهذا معدي، معدي، ممكن 300-400 إنسان يصابون بهذا المرض من أكل الخبز في هذا الفرن. فات وطلع وما غسل إيديه وعجن العجينات، صار خبز هذا وأكلوه الناس. فإذا واحد ما كان مؤمن قد يسبب آلام لا تنتهي للناس. فيا أيها الإخوة، الدين ضرورة، مو الدين وردة نضعها على صدورنا، لا لا لا، الدين هواء نستنشقه، إذا ما استنشقناه منموت. لذلك كل المتاعب، أنا أقول لكم هذا الكلام، كل ما في الأرض من مصائب، من متاعب، من أزمات، من اجتياحات، هو عقوبة من الله لانحراف انحرفنا، وكل انحراف وراءه جهل، والجهل أخطر سبب بحياتنا، لأنه الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فلذلك هي نصيحة لوجه الله، تعيين موظف، احرص أن يكون مؤمناً. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي خبرة
والأمانة إخلاص. لا تستقيم حياتنا إلا بالقوي الأمين. قالت يا أبت استأجر. لذلك سيدنا عمر عين والي، عمل له كتاب تعيين، خذ عهدك الكتاب وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك سنة واحدة، وأنك تصير إلى أربع خلال. إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك. إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك. وإن وجدناك خائناً قوياً، قوي بس في خيانة، استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك. وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين. وإن وجدناك أميناً قوياً زدناك في عملك، ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. أخذاً من قوله تعالى قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. زرت مرة الصين بدعوة رسمية، طبعاً بعد ما تحولت من وضع إلى وضع، زرت سور الصين. هذا أعظم بناء في الأرض. كم طوله؟ 5000 كيلومتر. طول سور الصين 5000 كيلومتر. طبعاً وقت بنائه ما كان في طيران. لا يمكن لجيش في العالم أن يخترق هذا السور، عالي كثير. إلا أن الصين غزيت مرات ثلاث وفيها سور عن طريق خيانة الحراس. لذلك قالوا البطولة لا أن تكتفي ببناء الجدران، ينبغي أن تبني الإنسان. يعني مثل بسيط، موظف على الحدود، السيارة فيها بمليون ليرة مواد مخدرة، ممكن 1000 أسرة تتدمر بهالمادة المخدرة. بيعطي 1000 لهذا الموظف على الحدود بمرقه بدون ما يفتش. قانون المخدرات التغى كله ب1000 ليرة. إذا الإنسان ما بنيته التغى القانون. والآن أي شيء ممكن تصل له بالمال، بيكون في وضع كثير خطير، في مال وكتب كلام آخر. فنحن إذا الإنسان ما بنينا الوطن لا يبنى، لأنه والحرف الراقية خطيرة جدا، ما بتقدر تناقشه مختص. فلذلك إخواننا الكرام، هذا إيماني، لا يمكن أن ننهض من دون دين. علماني، علماني ما في مراقبة، أما المؤمن الله يراقبه. حتى أنا أقول الطبيب المؤمن لا يوصى، ما فيك توصي، يرى أن الله معه. فأخواننا الكرام، الحياة لا تصلح إلا بالدين. الدين رقابة ذاتية، رقابة. يعني قلت لكم مثل بسيط، عامل بفرن الساعة 2 بالليل، مين بده يراقبه؟ مستحيل. فات للحمام وما غسل ايديه ومعه التهاب انتاني بامعائه، بينقل المرض ل 300 انسان. وفي امراض قاتله، في التهابات قاتله. نعم. فانا بقول ابنك ربيه على الدين، ربيه خاف من الله. عندك موظف اختاروا صح يخاف من الله، فالذي يخاف الله لا تخف منه. وإذا واحد يحمل اختصاص وما يخاف من الله، والله بيجمع ثروات. يعني إجا طبيب ببلد عربي، المريض يلي بيحتاج لعملية قلب بيعمل له إياها، وإذا ما بيحتاجها بيعمل له إياها، وإذا بتموته بيعمل له إياها.
عنده باليوم بالأسبوع دخل 1,000,000 كل أسبوع، عنده كل يوم عملية قلب ما بيحتاجها إطلاقاً، بتموته بيعمل له إياها، بعدين اكتشف أمره، قصة طويلة كثير وانتهى وهرب من سوريا. يعني الله كبير، وقول الله كبير ما بشبع منه. قد ما كنت ذكي أنت بقبضته، مع الله ما في ذكي يا أخوان، مع الله ما في ذكي، في واحد مستقيم فقط. قد ما كنت ذكي يؤتى الحذر من مأمنه، بتزل قدمه محل، بيغيب عن موضوع بينفضح. فلذلك ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، الله عنده المكر، وفي علاج إلهي مخيف. فأنا بقول إذا الإنسان ما أدخل الله بحساباته يعد من أغبى أغبياء البشر. ما هو الغباء؟ هو الذي لا يدخل الله في حساباته.